شهداء 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 في الذاكرة. راوتنا اشكال الايام من حزب الظالم هدام، ما رحموا بالناس الفقرة، أذونا هواي الظلام. ورد أذكر قصة بهالحلقة تلخصها حبال الإعدام، سيرة أب وبنت الضحوا من أجل أركان الإسلام. هواي نسمع قصص عن الظلم والاستبداد من جميع أنحاء العالم، بس بالعراق تختلف، وخصوصا بعصر النظام البعثي العفلقي اللي عاث بالأرض فساد وظلم، وشفنا عوائل انبادت بأكملها، وشفنا أطفال استشهدوا ونساء انعدموا، ومو بس هاي، حتى شياب ما يقدرون يتحركون وينفذون بيهم حكم الإعدام بالباطل. واليوم نسولف لكم على أب استشهد بذاك الوقت هو وبنته لأن يريدون يعيشون مثل باقي الناس، وهذا أبسط الأشياء اللي كانت الناس محرومة منه. وبقويانا حتى نتعرف على سيرة دول الشهداء ببرنامج شهداء في الذاكرة. شهداء 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 في الذاكرة. الشهيدة وحيدة رحمها الله كافئها صدام ابن أبيه بالتعذيب الوحشي والإعدام، وأكيد الزهراء عليها السلام هم كافئتها بشهادة عظمى. وإذا نعرج على حياة شهيدتنا وحيدة سلمان، راح نشوفها انولدت بعام 1957 بمحافظة ذي قار قضاء سوق الشيوخ بناحية قرمة بني سعيد، وبعدها انتقلت للعيش ببغداد حسب عمل والدها اللي كان بالجيش العراقي أنذاك. وفعلا كبرت الشهيدة وحيدة على إيد أبوها، وبوقتها كانوا عايشين بمنطقة الطوبجي، وكملت دراستها بعد ما تخرجت من معهد النفط ببغداد. الشهيدة وحيدة كانت حالها حال البنات الشابات المتميزات، مهتمة بنفسها، وكانت تحمل ثقافة عالية، ونتيجة القراءة المستمرة للكتب والاطلاع على جميع ما يكتب، وخصوصا ما يتعلق بالثقافة الإسلامية. وفعلا بدت بتطوير نفسها وصارت محبوبة من اللي حولها بسبب الثقافة اللي تتميز بها، وحسها الاجتماعي وملقاها الطيب ومساعدتها للآخرين. بهذا الوقت سيطر صدام الطاغية على مقدرات البلد بال79، وحتى يفرض سيطرته على البلد أمر بمهاجمة واعتقال كل شخص عارض أفكار حزب البعث المقبور. وكانت عائلة الشهيدة وحيدة من العوائل اللي تعرضت لهاي الهجمة. والد الشهيدة رحمه الله عانى هواي من مضايقات أمن صدام وجلاوزته، وقرر أن يترك بغداد حتى يخلص من مراقبة الأمن والبعثيين، وفعلا رجع المحافظة ذي قار. وبعد ما تخرجت شهيدتنا وحيدة وعملت بمحافظة ذي قار، قرر حزب البعث إجبار الموظفين على الانتماء لهذا الحزب الدموي، وانرفضت هاي الاستقالة، وبعدها نقلوها لبغداد. وبعد ما باشرت عملها ببغداد تم اعتقالها بعد يومين، وبسنة 1986 أبلغ والدها بأنه تم إعدام بنت الشهيدة وحيدة بتهمة الانتماء لحزب الدعوة الإسلامية. وكعادة الجبناء الأوباش ما سلموا جثتها لأهلها، واختفت مع آلاف ضحايا المقابر الجماعية. من يوم الاستشهاد إلى حين ما صارت الانتفاضة الشعبانية المباركة بعام 1991، عائلة الشهيدة كانت تعاني الأمرين، وخصوصا والدها الشهيد المظلوم سلمان مفتن اللي كان معروف بالكرم والروح المرحة، بس بسبب صدام وأمنه اختفت وتحولت حياته إلى بؤس وشقاء، على الرغم من أنه كان كبير بالسن من مواليد 1923. ومن اندلعت الانتفاضة الشعبانية المباركة، خرج الشهيد سلمان مع المنتفضين حتى ياخذ بثار بنته وقاتل ضد جلاوزة النظام العفلقي قتال الأبطال، إلى أن تم اعتقاله وإعدامه، فرحمهم الله بواسع رحمته. ألتقيكم بحلقة أخرى وفي أمان الله. شهداء شهداء شهداء.